كثيرا ما يسمح بالخير، وقد كرر الله ذلك في كتابه المبين تكرارا متعددا انطلاقا من قوله تعالى: ولا تفعلوا من خير يعلم الله، ولا تفعلوا من خير يعلم الله، ولا تفعلوا من خير وفى اليكم وانتم لا تظلمون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما هو الخير؟ الخير كل عمل يعمله الانسان وينال به عند الله اجرا وثوابا وينفع به غيره، ولا سيما المحتاج، سواء كان انسانا او بهيمه او ما يتعلق بذلك، لان الاسلام يحب ان ينشر الناس الخير بينهم لتكون رابطته قويه، وفي المساعده والمسانده والتضامن والتصاور والتعاصر والتهالف يكون ذلك ثابتا لتتحقق فينا الاخوه الاسلاميه. من اجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث رواه الشيخ عن ابي هريره رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا، من نفس عن مؤمن نفست عن فراشة، لأن اللذات والمصائب والنوازل والأحداث دائمة ومستمرة، إلا أن هناك من يستطيع تحملها ومن يستطيع أن يخرج من أجله، ولكن هناك من لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه إلا إذا ساعده إخوانه، والأخوة تقتضي ذلك. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الجسد ومن قدم الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسعر والحمى. المجتمع الإسلامي كجسم واحد، إذا أحس الإسلام بمرض في أسبوعه فإن الجسم كله يتألم. كذلك الفرق من المسلم إذا أصيب فإنه ينبغي للمسلمين ولا سيما إخوانهم أن يتضامنوا معه وأن يساعدوا على إعادته وعلى إزالة ما ألم به، وفي ذلك ثواب عظيم وأجر كبير. من نفس عنه قربة والقربة أزمة، وما أكثر الزلات أسلم من كرب الدنيا نفس الله عنه بها قربة من كرب يوم الآخرة. ومن يسر على المحسن يسر الله عليه في الدنيا الآخرة. كذلك الإنسان أنشأ تجارة قصد بها أن يربح، لأن البيع والشراء مصدران من مصادر الربح، ولكن ربما هذا التاجر لم يسلك مسلك النجاح ولم يعني ما يدير به تجارته، فأصبحت إلى الهاوية ولما تعرضت إلى الخسران فأضاع ماله كله في ذلك. بناء على ذلك فإنه يلتجئ إلى إخوانه ويعينونه ويفكون أزمته انطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
التقوى ولا تعاونوا على إثم الرجوان. المعسر من كان غنيا فإذا به أصبح معسرا، والدنيا كما تعرفون تتقلب، لا يحب بها الإنسان. ولذلك قال صاحب السلمية: تبا لزار لا يتوب نعيمها ونعيمها عما قليل يسلب. كذلك ومن سفر مسلما سفر الله في الدنيا والآخرة. الصدق يحسبه معناه إذا رأيت إنسانا عاليا اشتريت له جبة أو قميصا أو ما يستر به جسده، أو رأيت إنسانا يرتكب ما يخالف الشرع، فإنك بعدما قدمت له نصيحة ولا تفضحه ولا تقابله أمام الناس باللوم والعتاب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى قوما يفعلون شيئا يخالف قال لا بال قومي، ولم يعين، لأن النصيحة أمام الناس تصبح فضيحة. وهذا الذي نصحت له أو نصحته، نصحته والقرآن جاء بالأمرين، ونصحت له وأنصح له، فربما لا يقبل منا هذه النصيحة ويستمر في طغيانه ضدًا وعنادًا. ولذلك قال ابن الشافعي رحمه الله: من نصحك سرًا فقد نصحك وزاد، ومن نصحك سرًا ومن نصحك جهرًا فقد فضحك وشان. والنصيحة ينبغي أن تكون بأسلوب لين كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وشاركهم بالتي هي أحسن. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأنه لا مقابلة. إذا أعنت أخاك فإن الله يعينه ويكافئه ويعوضه بأحسن من ذلك. ولسان الذي يعين الناس هو أحق الخلق إلى الله. وجاء في الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الخلق عين الله وأحق الناس إلى الله، أنفعه لعياله في الوزن لخلقه. إلا أن المسلمين اليوم غابت عنهم هذه الأوصاف والوسائل. Thank you.
أقول إذا أن المسلمين مع المسلمين غابزوا هذه الفضائل والمزايا التي جعلها الإسلام أساساً رئيسياً لنشر المحبة والشفقة بين المسلمين، لأن إعانة الإخوان يعتبر صدقة لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. سلامة لصدر الإنسان وليس بما تعرف مكون استوستين بصدق. استوستين باش تكون بصدقة. عليك أن تخرج عن هذه المقاصد صدقة لتكون سليما. تعتير بين الليل صدقة، إذا تخاصم المال فقمت بإصلاح الإصلاح بينهما وبإزالة الحقد والبغضاء بينهما فإن ذلك صدقة. وتعين الرجل على ذنبه فتحمله عليه أو ترفع له عليه متاعا صدقة. أو الإنسان مثلا نقول كما قشدر سيارة، وجدت إنسان في الطريق وقع له عرض للسيارة فتوقفت فسعيت، فإن تستطيع أن تساعده لأن السيارة تحتاج إلى ميكانيسيان يحمل وهو يحمل متاعه على سيارته، وكل وكذا الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة أن تقول خيرا والله يقول أن نقول خيرا. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين طريق الصواب في الكلام في حديثين، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني في القول والعمل. الحديث الثاني في القول: ومن كان يؤمن اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الكلام يؤخذ به صاحبه، فإن كان خيرا مطلوبا له، وإن كان شرا فإنه يكون سببا لإلقائه على وجهه في النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الطويل الذي رواه الترمذي قبل أن يروى عنه جلال. عندما أسأل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم صائمة وتوائفة يصلح بها دينه وشانه، وفي الخلقات ألا أخبرك بالإيمان الذي يقول لي إذا أردت أن تستفيد من نصائح التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كف عليك اللسان. فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لسانه تنبيها لخطورة اللسان، فاستغرب معاذ بن جبل فقال: يا رسول الله، وإنما هو خلونا بما نتكلم به. قال: نعم، وهل يكون الناس في النار على وجوههم وفي رواية بعض المناقبين إلا حصائد ألسنتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة، الخطوة بالخطوة، الخطوة لأن خطوة هي المشي، الخطوة بين الخطوتين، يمشي بين الصلاة صدقة، وإماتة الأداء عن الطريق صدقة، وكذلك الإنسان أمام هذا الداء عن الطريق، شكرا بشكرا أو حجرا أو حديدا
أو يضر المرضى، المرضى أو المرضى، بين ذلك يعتبر صدقة. ولهذا ينبغي للمسكين أن تيأس من الخير لأن وفاته كثيرة جدا. من هذا كذلك التعاون على ما يجلب للناس سعادة وعلى ما ينقذهم من مشقة وعزاوة وما إلى ذلك. فإن لم يستطع فزل غيره فإن ذلك يقوم مقام الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التال على الخير كفاعل، التال على الخير كفاعل. من هنا نرى أن الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري كما تعرفون من تالي توفي توفي 110، ذلك أن رجلا طلب منه أن يعينه، فأمر تلميذا حسن بناني فقال: اذهب إلى خفاعي. فقال: إني معتكف، أنا معتكف في الأعمش. فقال له: يا أعمش، أما علمت أن حاجة أخي أفضل من حجة بعد حجة، أفضل من حجة بعد حجة، ولكن الحجة تفوق، أما الفريضة لا يقوم مقامها شيء إلا أداها. ثم كذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد براءته أمام الأرملة امرأة ليس لها زوج اسمها أرملة، وكان عمر وكذلك العجزة وكذلك كان عمر يتفقد ويعينه ويحرص على إيصال المساعدة له. وليس في هذا البلد فكان يتوجه إلى بيت في امرأة عجوز عالية، وكان يقوم بشؤونها كلها. فنظر إليه طلحة فقال: ماذا يعمل عمر هنا؟ فاصبح مشدد البيت. فدخل عمر وجدها امرأة عالية مقعدة، فقال: ما يفعل معك هذا الرجل؟ قال: ما زال يتعاهد بي ويقوم بشأني ويقوم بيتي. ما معنى يقوم بشأني؟ يقوم بيتي يشتغل بيتي. فخرج عمر، فخرج طلحة فقال: أعمرات عمر تزدوك يا طلحة؟ وهذا أمير المؤمنين. وكذلك أبو بكر الصديق رغم أنه خليفة كان يهتم بشؤون الجيران ولا سيما النساء اللواتي ذهب أجر إلى الحرب إلى الجهاد، وكان يحلو بالمهدي. فلما ولي خلافة قال له بعضهم: انتظر خليفة. هذا غرض مما كنت أفعله قبل، لأن أفعل ذلك منها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت من الخباب من آخر أشي أدري آخر، وكان يحلو عيسى الناس ويقول: ما أعظم هذا العمل الخيري هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر يقومون بهذا العمل. فمسلم قد فتح الله امامه ابواب الخير، ولا ينبغي له ان يحقر ولو يسيرا، فان ذلك ان قصدت به وجه الله يكون عند الله عظيما.
ثم الحديث والكلام وقت أفرادنا يعني لو نريد أن أخذ يعني السياق الذي رصدته للتخفيف وطلبان للمصلي. لكن يعني في حديثا نقضيه إن شاء الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في هذا الحديث سياق الحديث الذي هو المسلم وما اجتمع قوم في بيت البيوت إلا زادت عن السكينة ولو تدرب صلوه في ناحية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اكبر اللهم اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قام الصباح. اللهم اكبر اللهم اكبر لا اله الا الله. Thank you.
سمع الله Thank you.
Thank you.
ولو شاء
أفمن كان ميتا فأحييناه
Oh.
أكبر.
الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يمد المسلمين عن الخير ويامرهم بايصاله الى الخير، وجعل ذلك سببا لنيل الدرجات ولمحو السادات والسيئات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأحمد من خير وراء أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من صار على نهجهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كثيرا ما نسمع بالخير، وقد كرر الله ذلك في كتابه المبين تكرارا متعددا، انطلاقا من قوله تعالى: ولا تفعلوا من خير يعلمه الله، ولا تفعلوا من خير يعلمه الله، ولا تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما هو الخير؟ الخير كل عمل يعمله الإنسان وينال به عند الله أجرا وثوابا وينفع به غيره، ولا سيما المحتاج، سواء كان إنسانا أو بهيمة أو ما يتعلق بذلك، لأن الإسلام يحب أن ينشر الناس الخير بينهم لتكون رابطته قوية وبالمساعدة والمساندة والتضامن والتصاور والتآزر والتهالف يكون ذلك ثابتا لتتحقق بنا الأخوة الإسلامية. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا، من نفس عن مؤمن نفست عن فرجه، لأن الزلات والمصائب والنوازل والأحداث دائمة ومستمرة، إلا أن هناك